السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة تعلم قراءة بالفرنسية. فاليوم إن شاء الله سنتعرف على la lettre S. La lettre S. فلا lettre S عندها قراءات مختلفة. اليوم إن شاء الله غنتعرف على هاد lettre متى تنطق بS le son S ومتى تنطق بلو son Z، وايضا غنتعرفوا عليها متى لا تنطق، يعني فاش كتكون في اخر الكلمه شنو هما الحالات التي لا تنطق فيها لا لتر اس في اخر الكلمه. وفي نهايه الحصه ان شاء الله غنقوم بانجاز تمرين او اكزرسيس باش تختبروا انفسكم واش تقنتوا القراءات المختلفه نتاع لا لتر اس. فاول شيء كيف قلت لا لتر اس عندها قراءات مختلفه، فكي في بعض الاحيان كنطقوها بلو son اس، يعني كتنطق باس، وفي احيان اخرى كنطقوها بلو سون زد لو سون زد. فاول شيء غنشوفوا لا لتر اس كيف تقرا مع لي فوايل، يعني كيفاش كنقراوها مع لي فوايل. دونك اس الى حداها ا كتقرا سا سا، اكزامبل سابل سابل، لو سابل هو الرمل. اس بلس او سا دون سو سو، اكزامبل سول، لو سول هو الارضيه سول. اس بلس او سا دون سو، اكزامبل سكر سكر والسكر. اس بلس او سا دون سو سو، اكزامبل سيربون سيربون، لو سيربون هو ثعبان. اس سلاح بها اي كتقرا سي سي، اكزامبل سيرو سيرو هو شراب. اس بلس اي غريغ كتعطينا سي سي، اكزامبل سيلاب سيلاب. لا سيلاب هي فاش كيكون عندنا كونسون حدا فوايل حدا، يعني مجموعه من لي لتر كتسمى سيلاب. دونك قلنا اس اللي كان حداها ا كنقراوها سا، حداها او كتقرا سو، حداها او كتقرا سو، حداها او كتقرا سو، حداها اي كتقرا سي، حداها اي غريغ كتقرا سي. الان غنشوفوا اس متى تقرا بلو سون اس، يعني كتقراوها بلو سون اس. بروميرمون يعني اول شيء كونت ايل سو تروف او ديبي دان مو، كونت ايل سو تروف او ديبي دان مو، يعني فاش كتكون في اول كلمه. دونك اس كتقرا بلو سون اس، يعني كلو سون س، كونت ايل سو تروف او ديبي دان مو، فاش كتكون في اول الكلمه. نشوفوا دي زيكزامبل، مثلا سيل سيل هي الملحه سيل. دونك هنا نطقناها بس لانه كاينه في اول كلمه، دونك قريناها بس سيل. ليكزامبل الثاني سانج سانج، لو سانج هو القرد. دونك سانج هنا اوسي قرينا اس بلو سون س او لو سون اس لانه كاينه في اول الكلمه. الوغ فين ما تشوفوا لا لتر اس في اول كلمه راه كتقرا بلو سون اس، دونك كتقرا س. داكور اس ايضا كتقرب لو سون س بيان لو سون اس كونت ايل سو تروف دوفون او ديرير اون كونسون، كونت ايل سو تروف دوفون او ديرير اون كونسون، يعني الا كانت اس قبل ولا بعد كونسون. انا ديجا شفنا شنو هما لي كونسون، دونك لي كونسون معروفين هما بي سي دي اف جي ايتترا. نشوفو دي زيكزامبل verser verser. دونك قلنا اس انت كتنطق بلو سون اس الا كانت في اول كلمه، و الا كان قبل منها او بعد منها كونسون. فوالا هنا قبل منها كونسون، ها هو ار verser كتقرب اس. داكور ليكزامبل تاني موسكي موسكي، موسكي هو المسجد. دونك هنا اس قبل منها او، دونك فويل، ولكن بعد منها كونسون لي هو لا لتر كو. هنا قبل منها ار، يعني هنا اس جات دوفون كونسون، وهنا اس جات ديغيير كونسون. دونك الا كانت اس لا لتر اس دوفون كونسون او بيان ديغيير كونسون فكتقرب لو سون س، كنقراوها س. داكوغ اس كتقرب لو سون س كونت ايل سو تروف ا لا فان دان مو، quand elle se trouve à la fin d'un mot. نشوفوا دي زيكزامبل، يعني الا كانت في اخر الكلمه، الا كانت في اخر الكلمه. دونك هاد لي زيكزامبل غنشوف غننطق فيهم لا لتر اس في اخر الكلمه، هنا كننطقوها
مثلا اوخس اوخس والدب اوخس دونك هنا اوخس كنطقو لا ليتر اس كتنطق في اخر الكلمه. اكزامبل ثاني فيروس فيروس الفيروس هو الفيروس فيروس الوغ هنا ايضا نطقنا لا ليتر اس نطقناها بلو سون س. الان غنشوفو امتى اس كتقرب لو سون زاد دونك لا ليتر اس ولكن كنقراوها بزاد. Quand elle se trouve entre deux voyelles. Donc, il y a une حاله وحده فين S كنطقوها بلو سون Z. Quand elle se trouve entre deux voyelles. فاش كتكون بين deux voyelles. كتكون بين جوج نتاع لي voyelles. نشوفو des exemples. مثلا هنا عندي musique. Musique. Donc, هنا عندي U اللي هي voyelle S. La lettre S. وعندي اي اللي هي voyelle. دونك هنا اس جاتني entre deux voyelles entre u و entre i اللي هما deux voyelles. دونك هنا كنقراوها بلو سون زد ميزيك دونك كتقرا بلو سون زد. ليكزامبل الثاني اللي عندي maison maison هنا aussi la lettre s جاتني entre deux voyelles اللي هما i و o دونك i voyelle o voyelle دونك la lettre s غنقراها بلو سون زد maison maison d'accord. Donc قلنا la lettre s كتقرب لو سون س quand elle se trouve au début d'un mot الا كانت في بدايه الكلمه كي شفنا singe مثلا كتقرب لو سون s ايضا quand elle se trouve devant ou derrière une consonne الا كانت قبل او بعد consonne كيف شفنا في mosquée او verset إلا كانت قبل ولا بعد كونسون كتقرا بس س. الحالة الثالثة اللي كتقرا فيها لا ليتر اس بلو سون س كونت إل سو تخوف على فان دامو فاش كتكون في آخر الكلمة كنقراوها بس بحال أوخس. و اس لا ليتر اس كتقرا بلو سون زد في حالة وحدة كونت إل سو تخوف أونتر دو فوايل فاش كتكون بين دو فوايل كيف شفنا الحالة نتاع ميوزيك ميوزيك جات ما بين U وما بين I ميوزيك داكوغ. الآن غنشوف واحد الحالة واحدة أخرى فقلنا S إلا جات ما بين دو فوايل كتقرا بزاد كتقرا بلو سون زاد فهنا غتقرا أوز لأنو جات ما بين دو فوايل. نعطي واحد إكزومبل غاز 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 دونك هنا S قريناها بلو سون زاد لأنو جات ما بين دو فوايل. الان الى هاد اس كاينه ما بين دو فوايل ولكن انا بنقراها باس يعني بس شنو غندير غنزيد واحد اس وحده اخرى وغتولي بحال هكا كتولي دوبل اس. فاش كتكون دوبل اس ما باقاش كتقرا بزاد بلو سون زد وكتولي كتقرا بلو سون اس كتولي كتقرا اس اس داكوغ. دونك نعاود مره اخرى الى اس جات ما بين دو فوايل كتقرا بلو سون زد ياك ولكن الى عندي دو اس دو اس واخا كاين ما بين دو فوايل كتقرا بس لو سون س لو سون اس داكوغ. اكزامبل تاس تاس دونك الى عندي دوبل اس فكتقرا بس لو سون س ميم سي كتكون ما بين دو فوايل. نتمنى يكون واضح لكم. الان غنشوفوا اس الا كانت في اخر الكلمه متى لا تنطق اس في اخر الكلمه انت ما كنطقوهاش. الوغ اون ne prononce pas اس à la fin des mots pluriels اون ne prononce pas لا ننطق اس à la fin des mots pluriels يعني في اخر الكلمات اللي كيكونوا بلوريال اللي كيكونوا الجمع فالبلوريال او الجمع دائما كيكون سبقه يا اما لي يا اما دي دونك هادو معروفين. نعطيو دي زيكزامبل باش يبان لكم لي زونفون لي زونفون هذا بلوريال هذا جمع لي زونفون داكوغ. دونك هاد اس اللي كتكون تاع الجمع ما عمرنا ما كنطقوها لي زونفون داكوغ. دائما اس اللي كتكون في الاخر الكلمه اللي هي بلوريال او جمع ما كنطقوهاش. اكزامبل اخر دي فلور les enfants هما الاطفال دي فلور هما الورود او الزهور دي فلور ايضا ما كنطقوش اس لانها نتاع الجمع.
إذن إلا كانت S في آخر الكلمة نتاع الجمع ما كنطقوهاش نهائيا. داكوغ؟ مثلا دي في كتكون أيضا S في لافان ولكن ما كنطقوهاش. دي غارسون ما كنطقوش S. الحالة الثانية فاش ما كنطقوش S, on ne prononce pas S à la fin du verbe. On ne prononce pas S à la fin du verbe. يعني ما كنطقوش S في آخر الفعل. ما عمرنا ما كنطقو S في آخر الفعل. غنشوفو دي زيكزومبل. مثلا tu lis, آخر حصة تعرفنا فيها على لو فيرب lire وقلنا je lis, tu lis, ما كنطقوش S. فاش كيكون شي فيرب في لا تيرمينيزون تاعو S ما كنطقوهاش. ليكزومبل تاني je vais, هنا لو فيرب aller, je vais. Aussi, il y a un S, ولكن ما كنطقوهاش. Donc, la terminaison اللي فيها S في les verbes ما كتنطقش. Ou أيضا ما كنطقوش S إلا كان في آخر الكلمة نتاع les noms pluriels. D'accord. الآن مرة نشوفو des exemples ونعاود نشرح لكم هذوك القراءات المختلفة نتاع S مرة أخرى. Donc, l'exemple الأول عندي فخاز الفراولة. فخاز. Donc, هنا قرينا la lettre S بلو سون Z. Fraise. Pourquoi? Elle a jeté ma bine deux voyelles, qui est une i ou qui est une e. Donc, jeté ma bine deux voyelles, ça crée le son z. L'exemple est tani, tous, tous, fahna, tous, katkrabe s, katkrabe s la fin. Donc, le kalima a kadera. Donc, on dit tous, ou on dit plus, d'aïman katkrabe s la fin. Plus, les katkrabe parli à la quantité, katkrabe s la fin. Donc la terminaison فيها S ou كنقراها. Sapin. Donc هنا قريت la lettre S بلو سون S نيت لأنه جات في أول كلمة. فقلنا إلا كانت la lettre S au début d'un mot فكتقرا بلو سون S بيان لو سون S. Donc sapin لأنه جات في أول كلمة. Sapin. Je prends. فهنا ما قريتش la lettre S. Pourquoi? لأنه هذا verbe. فقلت فاش يكون verbe في S في لافان ما كنقراوهاش. داكوغ. كلاس. دونك هنا S جات ما بين A ما بين E. جات entre deux voyelles. ولكن قريناها ب S لأنه عندي deux S. دونك إلا عندي deux S فكتقرا بلو سون S. كلاس. تينيس. تنس. دونك هنا S جاتني في آخر الكلمة كنقراها لأن التنس ماشي verb وماشي non pluriel. Fusée هو صاروخ. دونك fusée la lettre S جات entre deux voyelles entre U et entre E. دونك كنقراوها بلو سون Z. Fusée. Fi, donc là, on dit les filles, donc non pluriel. فقلنا في non pluriel, ما كنقراوش S اللي كتكون في الآخر تاع الكلمة. Donc, on قرأ les filles. Soupe, la soupe. Donc, la soupe, هي الحساء. بالنسبة هنا قريت S, la lettre S قريتها بلو سون S, لأنه جات في أول الكلمة. جات في لو ديبي نتاع لو مو. Donc, قريت la lettre S بلو سون S. سوب. فالآن غنمروا نجزو اكزرسيس او تمرين باش تفهموا مزيان القراءات المختلفة نتاع la lettre S. Alors, la question الأولى, souligne la lettre S quand tu entends le son S. فغتقراو هاد الكلمات une fois غتسمعوا le son S, يعني تقرات la lettre S تقرات ب S. فغتطرو على لا lettre S. بالنسبة لا دوزيام كيستيون, سوليني لا lettre S كون تي اونتون لو سون Z. ف وقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز ليكزارسيس ونرجعوا باش نصححوه. الآن غنصححوا ليكزارسيس. دونك قلنا لا كيستيون الأولى, سوليني لا lettre S كون تي اونتون لو سون S, يعني فاش غنطقوها بحال S. Tu va. فهنا عندنا S في لافان ولكن ما قريناهاش لأنه قلنا في لي فيرب كتكون S في لا تيرمينيزون وما كتنطقش. دونك هنا ما سمعتش لو سون S, دونك ما غاديش نسوليني. لا ميتريس. فهنا
S, la lettre S, je tenais entre deux voyelles. Donc, elle t'écrabe le son Z. ولكن, انا عندي هنا deux S. قلنا, il a عندي deux S. وخا تكون entre deux voyelles, elle t'écrabe le son S. Donc, on souligne la lettre S. Je bois. Je bois. Donc, هنا, la terminaison تاع le verbe, qui est S. ولكن ما نطقناهاش لانه قلنا دائما في لي فيرب لا تيرمينيزون اللي كتكون فيها اس ما كنقراوهاش دونك جو بوا هنا ما كاينش لو سون اس دونك ما غاديش نسوليني لا لتر اس فيست فيست فهنا عندي لا لتر اس ديغيير كونسون فقلنا الا كانت لتر اس دوفون او بيان ديغيير اون كونسون كنقراوها بلو سون س Donc, هنا le consonne اللي عندي هو T. Donc, هنا غنسوليني la lettre S. Les écoles. Les écoles. فهنا كاين la lettre S ولكن ما قريتهاش. Pourquoi? لأنه هذا non pluriel. Les écoles. المدارس. Les écoles. Donc, هاد S نتاع pluriel ما كنقراوهاش. Escargot. كارغو والحلزون هنا قرينا لا لتر اس نطقناها ونطقناها بلو سون س بوركوا لانه كاين قدامها كونسون دونك اس تبعها كونسون فهنا اس جات ديغيير اون كونسون دونك غنسوليني لا لتر اس بالنسبه لا دوزيام كيسيون سوليني لا لتر اس كون تونتون لو سون زد Donc, هنا, finalement, nous allons souligner la lettre S. Donc, الكلمه الاولى اللي عندي musique, musique. فهنا جات عندي S entre deux voyelles, entre U ou entre I. Donc, S قريناها بلو سون Z. Alors, on souligne la lettre S. Os, os, os ou العظم. Musique et la musique. Os ou العظم. فهنا قرينا S بلو سون يعني بلو سون س ما قريناش بلو سون زد لانه جات في اخر الكلمه اوزين اوزين دونك هنا لا لتر اس جات اونتر دو فويل اللي هما او او اي دونك قريناها بلو سون زد دونك اوزين فهنا غنسوليني لا لتر اس سيريز سيريز فهنا بالنسبة للسيريز لا لتر اس جات اونتر دو فويل ايضا دونك الفويل اي وفويل او فقريناها بلو سون زد فغنسوليني لا لتر اس غازان غازان فهنا لا لتر اس جات اونتر دو فويل اللي هما اي اي دونك قريناها بلو سون زد فغنسوليني واخر كلمة هي وازو وازو هنا ايضا لا لتر اس جات اونتر دو فويل اللي هما اي و او فقريناها بلو سون زد وغنسوليني عليها وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس نتاع اليوم وتقنتوا لا لتر اس يعني متى تقرا ب اس ومتى تقرا ب زد ومتى لا تقرا في اخر الكلمه نتمنى تكونوا استفدتوا معنا كيف العاده الى استفدتوا من الدرس بارتاجيو او شاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده واللي مازال ما فهمش الدرس فيعاود لا فيديو من الاول مره اخرى ونتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله